هذا الحوض للأسف تعب معايا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا رب يكون الجميع بخير. شوف كيف مات، حوريك إيش السبب. شوف هذا كيف خضار وخف، هذا كذلك مات. السبب إنه كان موجود في هذيك المنطقة، والمنطقة هذيك للأسف لقيتها حارة جدا وأنا حاطه فوق فما كنت مخلي بالي منه. طيب نختصر الموضوع كده وحنبدأ نتفرج على هذه البيغوني. هاخد لكم هي للأسفل عندي في المنزل عشان تبان شكلها أفضل. ما شاء الله تبارك الله جبناها عندي في البيت، بس عاد اعذرونا على التصوير لأنه صعب. سبحان الله في النهار بيكون صعب بسبب شدة الإضاءة حقت النهار. طيب على العموم هذه هي البيغونيا، شوفها ما شاء الله تبارك الله كيف جميلة ورائعة. صدق أو لا تصدق هذه كانت في تعداد الموتى. شوف كم كان سعرها، 75 ريال. هعرضها ب 35 ريال لهذه البيغونيا. شوف الجمال كيف اللي طالع فيها، ورائعة جدا. حبيت تحصل عليها ب 35 ريال.